ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دي خمسة قبل أن نسيت أو نسيت اليوم الآخر. والأصل السادس في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أصول الإيمان وهي ستة: الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قد جاء ذلك أيضا في السنة كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم في حديث جبريل عليه السلام المعروف أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. دي أصول الإيمان. بعد ذاك الأصول دي بتتضمن أشياء كثيرة جدا. يعني الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور كما قال ابن عثيمين رحمه الله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله. الناس بيقولوا الكون ده جا صدفة زي وإلى آخره، والمسائل دي قاعدين نناقشها كثير جدا. فتؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، والأدلة على وجود الله كثيرة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الواقع، السماوات والأرض والجبال، هذا كله يدل على أن هناك خالقا خلق هذه المخلوقات ودبر شؤونها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات، علامات تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وآيات كثيرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فالآيات الكونية الدالة على وجود الله كثيرة، الكون كله يدل على وجود الله. والآيات الشرعية واضحة. ثانيا، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية الله، أنه الرب. والربوبية فيها ثلاثة أمور من أبرز أمورها: الخلق والملك والتدبير، كما قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة الواسطية. فالإيمان بربوبية الله أن تفرد الله بأفعاله، أنه الخالق وأنه المالك وأنه المدبر لهذا الكون، هو خالق الكون. وبما أنه خلق الكون فالكون ملك له، مالك الكون، وهو المدبر لشؤون هذا الكون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ثلاثة، الإيمان بألوهية الله. طالما هو الرب يبقى هو الإله المستحق للعباد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الواجب على الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لأنه الخالق المالك. شكي الرجل الجم من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي شنو فطرني، يعني خلقني الله، يعني وإليه ترجعون، يعني لو خلقوني ثلاثة بعبد ثلاثة، وخلقوني ثلاثة، ولو خلقوني ستة بعبد ستة، ولو خلقني واحد بعبد كم؟ واحدا. وخلقوا كم؟ واحد، الله سبحانه وتعالى. أي زول عنده عقيدة في غير الله أسأله أقول له خلقوك كم؟ واحد. عقيدتك في كم؟ في كتار. شغلتك دي ملخبطة، باختصار خلقك واحد، عقيدتك تبقى في كم؟ في الواحد الله سبحانه وتعالى. بس الرزق عندنه عند الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله أنا باقي الآية ده يعني بديني يقين أكثر من بداية الآية، وكلها يقيني، لكن قال ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني أنت هسه لو ادوك ملوى بتاعت إيش حب، قال له ككل النمل الصباح، تروش النمل، تروش الجحر، يجي مارد تدي العيش ياكل ويرجع، في نملة عجوزة جوا ما مرقت، صح ولا ما صح؟ واحدة عجوزة جوا تمام، بعدين جوا في بيت النمل ده في زقاقات انت ما عارفها، انت بتاكل برا زاي، لكن الله قال لك بياكل الدواب ديل، وجوا بيعلم جوا في شنو ذاته. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، جوا هناك في شنو، كلهم في كتاب مبين. كيف عظم الله، توحد الله سبحانه وتعالى، الدعاء الله براه جل في علاه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. واحد تلقاه لافي بس مما يمرض يودوه الإنعاش، والدريبات تشتغل والأجهزة تي شغالة، ونشوف شغل الجهاز بتاع القلب ذاك يشخشر، بعد ذاك يرجف. يا الله يا لطيف يا لطيف الطف، بس امرقني من دي بمج عديل، بس اخر مره امرقوا منا، امشي السوق تلقى في محل الحطب والقش لافي، تفتش لجنو والله لا بفتش ليله حاجه، البسه الايام دي في عقارب كثيره والكهرباء بتقطع والمطر شغال، المرقك من الانعاش منه الله سبحانه وتعالى، والبنجيك من الكرب كلها منه الله سبحانه وتعالى. ليه تعلم ثاني حاجه؟ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. توكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، حلف بالله وحده، ان كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. عقيده كلها في الله تكون صحيحه، الرزق من الله، الجنة من الله سبحانه وتعالى، الغيب يعلم الله سبحانه وتعالى، المطر ينزل الله سبحانه وتعالى، توجه إلى الله بالعبادة، العبادة. يا أخي هسي لو زول ساعد لي زول جاي في غرية ماشي وعربيته وقفت والمطر نازل ومعاه أولاده، يقوم واحد من الغرية اللي وقف جنبه يدخله البيت ويدخل أولاده على أولاده ذاك ويكرمه إكرام شديد، واليوم الثاني يودعه ويجيب له ميكانيك يصلح له عربيته ويمشي، ده يقوم يشيل تلفونه، بعد أيام يواصله
جزاك الله خير ما قصرت، وإلا أجيك زيارة تاني يجيو زيارة، ولا ننظر في الغرية إلا ذا يجيو زيارة. عمل لما وقف أقل من 24 ساعة، الله يديك بصر سنين، يديك البصر يديك سمع سنين تتنعم به. عشان كذا قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة إلى آخره. فتشكر الله سبحانه وتعالى، تشكر الله ليلا ونهارا ليلا ونهارا، وتوحد الله وتفرده بالعبادة. أربعة، الإيمان بالله يتضمن رابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته، أن لله أسماء حسنى وله صفات علا. فأسماؤه الرحمن الرحيم الملك القدوس، أسماء جميلة جدا. واحد ساكن في مبدة صاحب ود الناير ده اسمه مناع، بعدين قال لي يا صاحبي انت عارف سموني مناع ليه؟ قال لي زي في الآية مناع للخير معتد معتد مريب، قال لي بس سموني مناع ليه دي. لكن شوف اسماء الله سبحانه وتعالى، هو مناع ذاك فيه خير يعني على حسب كلام ود الناير يعني نحسبه، لكن في النهاية شوف اسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم معناه متصف بصفة الرحمة، الكريم الوهاب معناه متصف بالكرم وأنه يهب سبحانه وتعالى، التواب يتوب على عباده فيتوب على العاصي والمقصر ويوفقه للإقبال على الله ثم يوفقه للتوبة الكاملة الصحيحة ثم يتقبل منه هذه التوبة، وهو الودود سبحانه وتعالى يحب عباده ويحب الخير ويبغض الشر سبحانه وتعالى، يحب عباده المؤمنين الذين يتبعون ما جاء في الوحي فيصدقون الأخبار ويقومون بالأحكام ويلجؤون إلى ربهم ويتضرعون له سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأسماؤه كلها أسماء جميلة وأسماء حسنة، وهي مشتقة من صفات أو تتضمن صفات. فإذا سمعت أن من أسماء الله تعالى القوي فهو متصف بصفة القوة، إذا سمعت أن من أسماء الله تعالى الرؤوف فهو متصف بالرأفة وله صفات علا، فهو متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. والناس إذا دارت تتعلم الأسماء والصفات في هذا العصر من أميز الشروحات الصوتية شرح الأسماء، شرح القواعد المثلى للإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، من أميز الشروحات في معرفة القواعد في التعامل مع أسماء الله تعالى وصفاته. أما الإيمان بالملائكة فيتضمن أمورا من الإيمان بأنهم خلقوا من نور، ومن الإيمان بأنهم يطيعون الله تعالى ولا يعصونه، ومنها
الإيمان بمن سمى الله من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره وما جاء في السنة، ومن لم يسمي الله تعالى تؤمن بهم إجمالا، ومن الإيمان بوظائفهم أن بعضهم موكل بالموت كملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وبعضهم موكل بالسؤال في القبر كالملكين اللذين في القبر يسألان العباد، ومنهم من الملائكة من وكل بكتب الحسنات والسيئات، ومنهم من وكل بالنزول بالوحي كجبريل عليه السلام إلى آخره، ومنهم من وكل بحمل العرش، ومنهم من وكل بخزانة الجنة، ومنهم من وكل بخزانة النار، وهكذا. تؤمن بوظائفهم وأنهم يتمثلون كما جاء في بعض النصوص، وأنهم ليس لهم من حقوق الألوهية شيء، فلا يجوز عبادتهم، ومن عبدهم أشرك بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وبقية الأركان واضحة. الإيمان باليوم الآخر يتضمن كما قال ابن عثيمين رحمه الله ثلاثة أمور: الإيمان بالبعث، الله يبعث من في القبور، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. ويدخل في هذا الإيمان بما في القبر وبما في الموت، هكذا قال ابن عثيمين رحمه الله. الإيمان بالكتب أنها أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها نسخت بالقرآن، وتؤمن بما سمى الله من الكتب كالزبور والإنجيل والتوراة والقرآن، وأن أشرف هذه الكتب القرآن، وهو الذي يعمل به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل بغيره مما خالفه لأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة. والإيمان بالرسل وأنهم جميعا جاءوا بدعوة واحدة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأنهم من البشر الرسل، بعضهم من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وبعضهم من البشر، ولكن الذين خاطبوا الناس وقاموا في وسط الناس هم من البشر، ولكنهم فضلوا على البشر بالوحي، وبأن الله اختارهم واصطفاهم، وبأنهم أعبدوا الناس وأفضل الناس وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى، ولا تجوز عبادتهم ولا الغلو فيهم. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق، أولاً الإيمان بأن الله علم كل شيء قبل أن يقع، والإيمان بأنه شاء هذه الأشياء التي وقعت والتي تقع، والإيمان بأنه كتبها، والإيمان بأنه خلقها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فذي أصول الإيمان ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: وقد جمعت هذه السورة، وهي سورة قاف، من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي، يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول،
في ناس بتاعين كلام بتاعين فلسفة، وناس بيقدموا العقل على النقل. بتاعين الفلسفة ديلك ما بيشتغلوا بالنصوص، بس فلسفة ساي بتفلسفوا، يعني واحد ينظر بس، يعني كذب ينظر كلام ساي. في النهاية بيصلوا يا جنوا يا بقوا في حيرة إلى الموت. وبتاعين العقل ذيل بيقدموا العقل على النقل، لو فكروا بعقولهم لرجعوا إلى النقل إلى النصوص، لأن الليل الزول شايف يرى، لكن يعلم في قرارة نفسه أن البصر والإبصار له حد معين. انت لو قال لك الآن من محلك دي شوف الناس في السوق العربي، تقدر تشوفه؟ تشوفه من منطقة دي. لو قال لك انت عميان بتقول لا بشوف. طيب ديلك ما شفتهم ليه؟ والله بعاد شديد، يبقى عندك حد معين في البصر. السمع عندك حد معين، شكل الناس لما نكتروا يقوموا يجيبوا ميكروفون. لو المتحدث يتكلم ساي وصوته ضعيف، في ناس هناك شايفينه لكن ما سامعين، يقولون يا ناس انتوا اصلا ما بتسمعوا، يقولوا والله بنسمع لكن الزول ما سامعين. يبقى السمع عنده حد شنو؟ معين، مع انه موجود لكن عنده حد معين. فالعقل عنده حد معين، انت ليه تؤمن انه البصر عنده حد معين والعقل ما تؤمن انه عنده حد معين ما يدركه احيانا؟ شكيت في حاجات ما شفتها ولا سمعتها لكن بتؤمن بها، بتؤمن بها لانها جات في النصوص. وفي حاجات عقلك ده ما يدركها لكن تؤمن بها لانك تصدق كلام الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ضيعوا اوقاتهم، اهل الكلام واهل العقول الذين قدموا عقولهم على النصوص، والقرآن اهتم بالعقل ولم يقفل أمر العقل، ما ضيع أمر العقل ولم يغلق العقل تماما، وإنما يقول الله تعالى لأولي الألباب لأولي النهى، ويقول تعالى أفلا تعقلون، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا إلى آخره. طيب قال فإنها تضمنت، أي هذه السورة تضمنت وهي سورة قاف تقرير المبدأ والمعاد، ولقد خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فذكر الله مبدأ الخلق وذكر معادهم، فذكر بداية الإنسان أو ذكر خلق الإنسان وذكر خلق السماوات والأرض وذكر بداية الخلق وأنه سيعيد هؤلاء يوم القيامة سبحانه وتعالى. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس بعد أن ماتوا يبعثون يوم القيامة معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وفي مواضع من هذه السورة. طيب قال والتوحيد، ذكرت التوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة، فيها ذكر التوحيد، لأن الله تعالى تكلم في سورة قاف في الربوبية، فقال تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله تعالى قد علمنا،
ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم ذكر الله تعالى خلقه للسماوات وأنه جعلها ملتئمة، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ثم تكلم عن إنزاله للمطر، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ثم تكلم الله تعالى إلى أن قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله شنو إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. كلم الله تعالى في التوحيد، وفي آيات بعدها لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب إلى آخره. طيب، والنبوة، تكلم عن النبوة فذكر نوحا عليه السلام وذكر قومه وذكر بقية وذكر بعض الأنبياء ذكر بعض أقوامه، والإيمان بالملائكة، وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد كما في بقية الآيات بعد أن ذكر النار وقال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، بعدها قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، فذكر الشقاء وذكر السعادة وذكر الأشقياء وذكر السعداء، وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء كما سيذكر إن شاء الله تعالى. وتضمنت إثبات صفات الكمال لله، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله، عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، كقوله تعالى وما مسنا من لغوب من تعب وعياء. وذكر فيها القيامتين في هذه السورة، الصغرى والكبرى، قيامة صغرى الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، والقيامة الكبرى معروفة ويوم الدين. والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة، والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر الآخرة وذكر جنو الدنيا في هذه السورة. وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده، ذكر الحال بعدين في الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، تفر وتهرب. وذكر إعادته بعد موته وحاله عند وفاته ويوم معاده، وإحاطته سبحانه، أي ذكر إحاطته، وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، وإقامة الحفظ عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها ملائكة، تقول كلمة مكتوبة، تفعل فعلا مكتوب، مكتوب. وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه. والشهود، الأرض تشهد، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والملائكة يشهدون،
الملائكة يشهدون، لأنهم يكتبون الحسنات والسيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكذلك الأعضاء تشهد، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. والملائكة يشهدون، أهل الأنبياء يشهدون، يشهدون على الأقوام أنهم بلغوا دعوة الله، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شنو شهيدا؟ وبعد هؤلاء الشهداء جميعا يشهد الله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، على كل شيء شهيد. قال وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، عتيد موجود. فيقال عند إحضاره ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان، الزول المجرم أو الجاني يجيبوا للسلطان فيقال هذا فلان قد أحضرته، العسكري يقول له هذا فلان جبته، هذا ما لدي عتيد، بعد ذاك الحاكم يقوم يحكم عليه، يقال هذا فلان قد أحضرته فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى، هذا الجسد موش الجسد بتغير بعدين، هو القيامة يجيبوك كذي زي ما كنت يجيبوك، والجسد ذاته بيقوموه ذاته، الجسد ذاته بيقوموه، لأنه أنت يدك دي عصيت بيها أكلتها الواطة، مش الله بيخلق يد جديدة، الأكلات الواطة دي بجمعها ذاتها بجيبها هي ذاتها هي ذاتها، لأنها هي اللي عملت المعصية بجيبوها هي ذاتها. فكلام ابن القيم رحمه الله وناقش هذه المسألة مناقشة قوية جدا، نسيب تسمعها إن شاء الله. في ناس بيقول لك الروح بتطلع والجسد بياكلوا الواطة، تاكلوا الواطة ويوم القيامة الله بيخلق جسد جديد ودخل فيه الروح، وناس بيقولوا الروح ذاتها بجيب واحدة جديدة. طيب الروح دي اللي كانت في الجسد والجسد اللي كان فيه الروح، ديل ما عصوا الله وطاعوا الله وين يمشوا ديل؟ ديل ذاتهم يجيبون. قال وتأمل كيف دلت الصورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى هذا الجسد، فينعمه ويعذبه، ينعم السعيد ويعذب شنو الشقي أو من له شقاوة، كما ينعم الروح التي آمنت بعينها بذاتها، ويعذب التي كفرت بعينها ذاتها، لأنه سبحانه يخلق روحا لأنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها، لا أنه سبحانه
يخلق روحا أخرى، لا بيخلق ذات ديك ذاتها بيجيبوها ذاتها، ديك ذاتها بيجيبوها، مش بيخلق روح جديدة روحا جديدة. لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قاله من لا يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل. في ناس قالوا كذلك ما بعرفوا المعاد الذي أخبرت به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه، اضنين جداد، كرين جداد، عيون جداد، جسم جديد، لا ما ذاته الجسم ذاته، أعور يجيبوك، أبكم يجيبوك كذي. بعد ذاك تاني في حاجات بتحصل في القيامة، في تغيرات بتحصل، لكن الجسد يا أول جسد في تغيرات، يوم تبيض وجوه وتسود شنو وجوه، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في تغيرات بتحصل في أشياء معينة، لكن هو الجسد هو نفسه الجسد، والروح هي الروح. يجمع الله هذا الجسد الذي أكلته الأرض، سيذكر الأدلة أو المناقشة القوية في هذا الأمر، حيث زعم أن الله، يعني هذا الذي ينكر أن يخلق الله نفس الجسد ويأتي بنفس الروح، زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه، عليه على هذا البدن الجديد عليه يقع النعيم والعذاب، ده ادعاء ساي وزعم كاذب. والروح عنده، عند هذا الشخص المنكر والضال، والروح عنده عرض من أعراض البدن، عرض من أعراض البدن، فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى. معليش يا جماعة، في محلات ثقيلة، في محلات شنو سهلة، الناس تصبر تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتركز إنه الكلام ده كله حاصل بلد دي كذا، اصبر لي شوية، حاجات كثيرة، حاجات غرائب كثيرة جدا بتجي، فأنت لازم تفهم تفصيلات كثيرة عشان تكون على شنو، على قوة وعلى علم. بناقشوك، قال وهذا في الحقيقة، هذا الزعم، هذا في الحقيقة إنكار للمعاد، ده إنكار للمعاد أصلا، وموافقة لقول من أنكره من المكذبين، فإنهم، أيوه ده التبرير أو ده البيان، فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها، كيف وهم يشهدون النوع الإنسانية يخلق شيئا بعد شيء. يعني الكفار اللي قالوا ما في قيامة، كان قالون الله بيخلق، قولوا هاي بيخلق، وانتو خلقكم منو؟ الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وأولادكم البيجو جداد خلقهم منو؟ الله. يبقى هم مقتنعين انه الله بيخلق نوع انساني جديد، مقتنعين بها، لكن الما مقتنعين بها والزول ده ذاته يموت انه الله يجيب، دي ما مقتنعين بها، فهمت؟ الله يجيبه تاني جديد مرة تانية هو ذاته، لكن ما يجيب واحد جديد، هو ذاته يجددوه ذاته نفسه، دي ما مقتنعين بها. لكن كونه الله بيخلق إنسان وبكرة زان يشوفوا واحد جديد ده الخلق من الله وذاك بيختلف عن الأول، دي ما عندهم فيها مشكلة، لكن الزول ذاته المعين ده كونه يموت ويجيبه تاني جديد بعد أكلته الأرض، دي ما قادرين يقتنعوا بها. لكن كونه الله بيخلق إنسان جديد من عدم ومن طين ومن نطفة، دي مقتنعين بها. واضحة يا جماعة؟ هاي الفرق بين شنو؟ بين دي ودي، ده اسمه عمر وده اسمه محمد. عمر ده قديم
عمره 80 سنة، محمد ده عمره 30 سنة، عمره 80 سنة، لما تم 50 سنة محمد ده ما ولده، قاعد عمر بعد تم 50 سنة ولده منه محمد ده، جا زول جديد وزولنا القديم ده ماله قاعد، دي الكفار مقتنعين بها، يجوا ناس جداد خلقهم الله، لكن عمر ده ذاته يموت تاني يرجعوه دي ما مقتنعين بها، يعني هم بيقتنعوا انه الله بيقدر، الله بيخلق شنو؟ انسان، نوع الانسان، لكن الانسان ذاته بعد يموت وتاكله الارض الله يرجعه دي ما مقتنعين بها، ده الفرق يعني. عشان كده زول بيقول لك الله ما برجع الجسد ذاته، دوافك منه كفار قريش، علم او لم يعلم وافقهم، هو بيقول في قيامه، هم ديلك بيقولوا ما في قيامه، صح، لكن ما في قيامه ليه؟ لانه نحن متنا وبعدين اكلتنا الارض، يقومونا كيف؟ ده ذاته بيقول يقومونا كيف؟ بيقوموا واحدين جداد وبدخلوا فيهم ارواحنا، واحدين فيهم بيقولوا ارواحنا ذاتها بجددوها، بيجيبوا واحده جديده غير ارواحنا دي، فالناس دي مهووسه، غلبتنا الشغل، موضوع طويل. طيب قال يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء، شايفين؟ فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما، جاءت منصوبة لأن أصلا يخلق الله سبحانه كل وقت أجساما كده، وأرواحا غير الأجسام التي فنيت، أرواح جديدة دي شايفينها، أجسام أو أجسام جديدة مع أرواح شايفينها، جسم متحرك معناه في روح، فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ هم متعجبين انه الله بيخلق ناس جداد، متعجبين انه القدام ديل بعد يموتوا كيف يرجعوا، متعجبين من دي، هسي بوريك الناس اللي يتعجبوا ليه؟ الثلاثة حاجات، وبرود على الثلاثة حاجات، وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلاء وصاروا عظاما ورفاتا، فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء، ولهذا قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، كلتنا الواطو بقينا عظام، وتاني بعد ذاك العظام ذاتها بقى التراب إلى آخره، أئنا لمبعوثون؟ معقولة؟ وقالوا ذلك رجع بعيد، كلام ده بعيد، ذلك رجع بعيد، قال ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه، ابن القيم دار يرد عليهم قال لهم ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا بل يكون ابتداء، سام جابوها جديدة ودار حزبوها، ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبيرة، كبير معنى، ما كان فيها معنى كبير معنى، فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر، وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر، تحولت إلى عناصر بحيث لا تتميز مع التراب، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم شعر، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا، الله عظيم سبحانه وتعالى، وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإن شبه المنكرين كلها، جاءت منصوبة لأنها سبقت بإن، وهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها في الجملة الإسمية، فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع،
لشبه القوم ثلاثة: أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تمييز شخص عن شخص. قالوا أجسامنا دي بتتحلل تتلخبط مع الواطة تاني تتميز كيف؟ ويجي ديت في نفوق ليه ده وتاني يتحلل كلها يتلمى في محل واحد في تراب واحد يتلمى كيف ويتميز كيف؟ الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، ما في قدرة بتصل الموضوع ده ولا تتعلق. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، وإنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا، كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه أو ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. الناس ما فاهمين، قالوا كونه يموتوا ناس ويجوا ناس جداد دي حاجة ظريفة والدنيا ماشية، لكن كونه يموتوا كلهم تاني حيون دي حاجة شنو؟ ما فيها حكمة. فالناس ديل بيفهموا كيف؟ طيب القدام ديل ما الشكل واحد ظلم التاني دي تمش زاي، وده كتل ده دي تمش زاي، وفي حساب في ناس مشوا في الدنيا دي محسنين وناس مشوا مسيئين ديل تساووا سوا. الحكمة وين؟ حكمة انه يقومون يحاسبون. يلا شوف ابن القيم رد عليهم رد قوي جدا، والبقرة القرآن بيرد على أي شبهة بيقرأه بيتدبر ويفهمه تمام. ثاني ما في زول بيقدر يحاج من أهل الباطل، لأن الله تعالى قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول. ذلك ما عندهم ثلاثة شبه. شبهة الأولى قالوا الأجزاء دي بتختلط مع التراب وبتتلخبط وبعدين ما بتتميز. شبهة الثانية قالوا ما في قدرة بتصل للشغلة تجمع الأجزاء تاني. الشبهة الثالثة قالوا الكلام ده ما فيه فائدة، كون الناس كلها الأرض دي تنتهي من الناس وتاني حيون دي ما في فائدة، الفائدة إنه يستمروا طوال كده. دي شبهون. يلا شوف الرد قوي كيف. أحد الأصول المبنية في بيان المعاد: فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول. يلا شوف الأصول دي مبنية على شو. قال: أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه. الله عليم بكل شيء حتى الذرات دي يعلم بها. طيب تفضل نذكر لك الأدلة بعد. طيب البراهين في أمر المعاد مبنية على ثلاثة أصول. الأصل الأول كمال علم الرب سبحانه وتعالى، أنه يعلم كل شيء، وطالما بيعلم كل شيء فهذا رد على قولهم اختلطت أجزاؤهم بأجزاء الأرض. رب العزة والجلال يعلم هذه الأجزاء جزءا جزءا، ولا يخفى عليه شيء، ولا تختلط عليه الأمور كما تختلط على هؤلاء. الثاني كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، أو يخلق كل شيء، أو أنه قادر على خلق كل شيء من المخلوقات، قدرته نافذة، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهو القادر القدير المقتدر. ثالثا أنه الحكيم سبحانه وتعالى، فلا يفعل شيئا عبثا ولا لعبا، وهذا رد على قولهم أنه إذا مات جميع الناس هذا ليس من الحكمة ثم بعثوا، بل هذا من الحكمة، لأنهم إن ماتوا بعد أن عاشوا في الدنيا وماتوا ولم يحاسبوا لم يكن في حياتهم حكمة، وإنما ينتهون بموتهم، وهذا ليس من الحكمة.
ولكن من الحكمة أن يبعثهم الله فيجازيهم، فيجازي المحسن بإحسانه أو على إحسانه، والمسيء على إساءته. طيب يلا شوف الأدلة على الكلام ده، شوف على الثلاث أشياء دي: العلم والقدرة والحكمة. تصف بالعلم الكامل، القدرة الكاملة، والحكمة التامة. قال: أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال: من يحيي العظام وهي رميم. ذا الكافر جل الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل العاص وقيل أبي بن خلف وقيل غيرهما، المهم هو كافر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها شنو؟ أول مرة، وهو بكل خلق عليم. واضحة جدا. ظل عمل موبايل، لله المثل الأعلى، موبايل خسر، في ناس بيعرفوا يصلحوه، هم ما صنعوا بيقدروا يصلحوه، فما بالك الصنعوا يسوي ليش؟ وديل ما اصلا ما صنعوا، اصلا شغالين في السوق ديل. وقلت له: جيب لي موبايل صنعته انت، ان شاء الله 13، ما بيقدر يجيبه. تلقى اكثر زول خبره في السوق يصلح موبايل، لكن الصنع الموبايل الاول بيقدر شنو يعمل واحد ثاني. فالله خلق الاول، كيف ما بيقدر يعيده؟ وكيف ما بيعلم به سبحانه وتعالى؟ وخلق: من يحيي العظام وهي رميم، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عليم. وقال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. العليم. وقال: قد علمنا، قد من أدوات التحقيق، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ودي كمان واضحة جدا، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. والثاني ده الأمر الأول العلم. الأمر الثاني القدرة، تقرير كمال قدرته كقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فقال لهم: الخلق السماوات والأرض، مع عظمة السماوات واتساع الأرض وعظمتها، أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق أمثالكم يا كفار قريش وأنتم صغار؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، مثل هؤلاء؟ بلى، أي بلى قادر، هو الخلاق العليم. وقوله يعني وقوله وكقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بنان الإنسان. الله تعالى قادر على أن يسوي بنانه، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل. وقوله يعني وكقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، هو القادر القدير سبحانه وتعالى. ويجمع سبحانه بين الأمرين، بين أمر العلم والقدرة، كما في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الذي يخلق والذي يعلم. وفي قوله بقادر على القدرة. الثالث كمال حكمته كقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لعبا، إنما لغاية.
وقوله يعني وكقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار. وقوله يعني وكقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقوله يعني وكقوله أفحسبتم يعني أفظننتم كما قال ابن كثير أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى أن يخلقكم عبثا إنما خلقكم لغاية وهي عبادته سبحانه وتعالى وسيجازيكم يوم القيامة. وهذا من الحكمة أن يخلق الناس ولا يخلق الناس عبثا عبثا كذلك بقية الخلق وإنما لغاية فمن قام بهذه الغاية من الله عليه بالثواب يوم القيامة. وهذه الحكمة. الحكمة شنو؟ أن تفعل الفعل لهدف ولغاية. أما أن تفعل الفعل من غير غاية هذا عبث. فلو أن الله خلق الناس وتركهم يأكلون ويشربون ويعصون ويطيعون ثم يموتون فينتهون كان هذا عبثا ينزه الله عنه. وإنما خلقهم لغاية وهي عبادته فإذا قاموا بها من عليهم بالثواب يوم القيامة. وهذه الحكمة. هذه عين الحكمة. وكقولي وقولي أم حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نازل داري الناس تموت خلاص ما في حساب ثاني. معقول المطيع والعاصي يبقوا سواء؟ هل دي الحكمة؟ ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه. تقتضي المعاد وتوجب المعاد يعني كمال أسماء الله وكمال صفاته لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الخلاق أو الخالق ومن صفاته أنه يخلق وهذا يقتضي المعاد وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. تصف صفات الكمال منزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر مريج فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء. نازل قالوا ما في قيامة بعدين الله ما بيقدر يقوي من تاني ما بيقدر وما بيعلم أجزان بعد شوية شنو أمرهم اضطرب قالوا ما في قيامة ونحن بنموت أهول بعد الموت كيف والشغلة كيف أمرهم بقى في مريج مختلط. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها وثبتها بالجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وفي السورة والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته. يعني خلق الإنسان وخلق السماوات مع ارتفاعها والتئامها وحسنها
وزينها بالنجوم ولفت أنظارهم إلى النظر إليها، فإذا نظروا إليها بتمعن وتدبر آمنوا بالله. خلق الأرض وبسطها وجعلها مهيئة وأنبت فيها من كل زوج بهيج، وتسقى بماء واحد هذه النباتات، ويفضل بعضها على بعض في الأكل، دي طعمة ودي مسيخة، مويتها كلها طعمة واحد، ودي لونها صفراء ودي لونها بنفسجية همشي البساتين، ودي لونها خضراء ودي حمراء، وكلها تسقى بماء شنو واحد. يعني الشغلة دي كلها تدل على عظمة الله وتوحيده. الحمراء دي ما كبوا فيها فانتا حمراء، والخضراء ما كبوا فيها يستيم، كلها موية واحدة، لون الموية واحد، والنبات لونه شنو مختلف، ده كله يوريك عظمة الله سبحانه وتعالى. قال وأن ذلك تبصيرا إذا تأملها العبد المنيب، المنيب الراجع إلى الله، والإنابة توبة مع فعل الطاعة مع الإقبال على الطاعة، عشان كذا الإنابة أشمل من التوبة، تتوب ترجع إلى الله وتعمل الأعمال الصالحة، هذا المنيب. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال وأن ذلك تبصر إذا تأملها العبد، تأمل هذه الأشياء وهذه المنيب، العبد المنيب وتبصر بها، تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد. إذا تأمل هذه الأشياء تذكر توحيد الله سبحانه وتعالى، أنه الخالق لهذه الأشياء وأنه المستحق للعبادة وحده لأنه هو الخالق وحده، وتذكر المعاد، فبما أنه خلق هذه الأشياء ولم تكن موجودة فهو قادر على أن يعيدها. وقد أنكر الكفار هذين الأصلين، أنكروا الإيمان بالله بتوحيد الله، وأنكروا المعاد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، يتبصر ثم يتذكر، فيتبصر من عمى ومن جهل، ويتذكر بعد الغفلة، يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا. وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه، تجمع بين القلب صلاح القلب والجوارح. في ناس بيقولوا الدين بس في القلب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال التقوى ها هنا، صح، لكن قال التقوى ها هنا أمر بأوامر برضو في الجسد. أنت تجمع الدين كله ما تأخذ جزء وتخلي شنو جزء. دائما قصدنا الطعن في السنة، يا حصروا السنة في طائفة معينة، ولكنتوا يا أغنى احنا ولا يجي، الرسول قال كذا وما أفني احنا وانتو، إلا إذا الناس اتفرقت فصار هؤلاء أصحاب حق وهؤلاء أصحاب باطل، ما أفني احنا وانتو. بالنسبة لناس كلهم مسلمين يقبلوا الكتاب والسنة، يقول لك اللحية دي هاي والتقصير هاي ما يشد تقوى هنا، مع أنه قال التقوى هنا قال في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر، من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب، وفي لفظ أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، هو قال كذا، ده ما حق جماعة ولا تبقى مع جماعة، أبقى حر بس، لكن طبق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو قال قصروا في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. المشكلة الأحاديث هي في ناس كتار من الدعاة بيكتموها ما تبلغوها للناس، شاكرون لما ما سمعوا الأحاديث قايلين الشغل هذا حق الجماعة ودي حقة الرسول عليه الصلاة والسلام جابها. قال ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر الغفاري: قلت خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: المسبل إزاره، إزاره تحت كعبه ويتبختر، المسبل إزاره ويختال، والمنان الذي ينفق منة، والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف كذب في البيع والشراء، في البيع دال في وعيد خطير. واحد في الجامعة قال يعني الناس دي كلها سبناطلين طوال كلهم بيخشوا النار، ما في ناس ما عارفين، ما عارف ده الله بيعذره، والعارف وقع في معصية واجب عليه يتوب، يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ما بتخسر يا زول، تلقى جلابته فوق تحت الكعب بنص بسنتيمتر بس، بغلبه يقطع السنتيمتر ده يخليها فوق. إن كان خجلان من الناس وخايف يصنفوه إلى آخره ودار ياخذ بالمباح، الإقطاع فوق الكعب طوالي، فوق الكعب بس فوق طوالي، تخسر شو ولا ايش. ما يبقى في جماعة، ما شرط يبقى في جماعة، ولا يتنظم مع جماعة، كلها جماعة، الموضوع طويلة. قال ثم قال: كذلك الخروج. لا قبلية قال شنو؟ قال ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم، في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، جنات البساتين يعني، وهو الماء. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا، مبارك فيه بركة، بركة زيادة، عشان كذا ناس الزراعة بتكيفوا لموية المطر، بيقولوا الزراعة بتاعتها شنو أحسن من الموية العادية. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات بساتين وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. ليه؟ رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتة، هذا المطر. كذلك الخروج، كما أنه أخرج الحبة المغيب في الأرض فسيخرج الناس الذين غيبوا شنو في الأرض. ده التأمل كذا. قال أي، قال ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه، ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض، حلو وحامض، وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجسام أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة، النخيل ده بالذات فيه خير كثير، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن، المؤمن بدي الخير ما بدي الناس الشر، وفيه خير في نفسه، صليات خلاص. فنختم بالحديث ده بالكلام ده. فوقع الناس في شجر البوادي، الناس أي زول يقول شنو شجرة معينة، قال لهم في شجرة بتشبه المؤمن، الناس اللي بيقولوا ذا كذي وذا كذي، يعني لو في زماننا ذا واحدين يقولوا مسكيت بيشبه المؤمن، واحدين يقولوا العشر، واحدين يقولوا التفاح، واحدين كذي،
قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكن في المجلس أبو بكر وعمر احترمهم ما دار يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، إلى آخر الحديث. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الآجال نواصل بهذا الكتاب وفي مدارسته. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.